محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن تركيب عدادات المياه على الأبار بمختلف المراكز ضمن منظومة التحكم الكمي بمياه الأبار على مستوى المحافظة، وده تحت إشراف لجنة فنية. وتم تركيب حوالي 30 جهاز بخاصية التحكم الذاتي لمراقبة السحب الآمن من الأبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدة وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة. في المنوفية أكدت المحافظة أنه تم توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة على المزارعين، وتم الانتهاء من توزيع أكثر من 35 ألف طن نترات ويوريا بنطاق المحافظة، وده اعتباراً من بداية الصرف للموسم الشتوي في الأول من أكتوبر 2023 حتى 17 فبراير الجاري. في سوهاج أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وده ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. في شمال سيناء نفذت شركة الكهرباء ومجلس المدينة وقسم الإدارة الهندسية بالشيخ زويد أعمال تركيب محولات كهربائية جديدة لقرى الثومة وأبو مغيط وأبو مهاوش جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد، وجاري العمل على استكمال أعمال الإضاءة لجميع القرى والتجمعات السكنية بنطاق الشيخ زويد. في الشرقية أعلنت مديرية الصحة عن تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الروضة التابعة لمركز مدينة الصلحية الجديدة. اشتملت القافلة الطبية على 15 عيادة بها 13 تخصص طبي لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بالروضة. وقعت القافلة الطبية الكشف الطبي المجاني على 2572 مريض من أهالي القرية مع صرف العلاج اللازم ليهم. في دمياط أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه اليوم الأحد عن عدد من المناطق للصيانة على أن تعود المياه فور انتهاء الأعمال، ومن المقرر بحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أن تبدأ الأعمال الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً لمدة 6 ساعات. في الأقصر حلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر 45 رحلة أقلت على متنها حوالي 1200 سائح من حول العالم في أجواء من البهجة والفرحة بين السياح القادمين من حول العالم بالبر الغربي. في كفر الشيخ أكدت المحافظة أنه جرى تمويل 109 مشروع للأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 2,180,000 جنيه بمشاركة مديرية التضامن بكفر الشيخ تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.